الأولى منكم وفيكم نصايح، لكن بعد ناخذ رأي أهل الخبرة في هذا المجال ويكون ويانا الحين الأستاذ عبيد مايد شويهي رئيس قسم المعاينة والتقارير الفنية في برنامج زايد للإسكان. حياك الله أستاذ عبيد. الله يحييك كامل. يا مرحبا بك وسهلا أستاذ. في البداية نشكركم على تعاونكم الدائم ويانا في البرنامج وعلى تواجدكم ويانا اليوم في الحلقة. نبغى نستفيد منكم في هذا الموضوع. كش قايل في البداية، نحن يعني كشاب يبغى يبتدي، كيف يقدر يقدم على القروض السكنية من الجهات الإسكانية؟ في البداية حاب أشكركم أول شيء على استضافتي في البرنامج وطرح هذا الموضوع اللي هو يخص كل أسرة مواطنة أو كل شاب مواطن مقبل على بناء المسكن. نعم. طبعا أنا الحين بتكلم في البداية كمهندس ورئيس قسم في برنامج الشيخ زايد الإسكان عن طريقة التقديم في برنامج الشيخ زايد الإسكان عشان نكون مختصين في هذا المجال. طبعا التقديم على الدعم السكني يعني صار أسهل من الفترة السابقة. طبعا التقديم قبل كنت تتيل خدمة العملاء وتيب أوراقك وهالأمور كلها، حاليا أنت عندك الأونلاين والموقع الإلكتروني برنامج الشيخ زايد الإسكان. طبعا بعد اعتماد الميزانيات من اصحاب السمو والقيادة العليا تقرر ان نطلع 3000 اسم في سنة 2022 ان شاء الله، والتقديم عليها بسيط جدا. طبعا انت بتجيب اوراقك المطلوبة اللي هي موضحة في الموقع الالكتروني وبتقدم عليها. اذا اوراقك كاملة وطلعت انت مستحق لهذه المساعدة السكنية، ان شاء الله خلال فترة بسيطة يطلع اسمك من ضمن هذه الاسامي، واحنا ان شاء الله بنكون مقررين شهريا بنحاول نطلع عدد معين من الأسامي بحيث نغطي ها 3000 اسم خلال العام الجاري إن شاء الله. الله يسهل عليكم إن شاء الله ويوفقكم في هذا الشيء. طبعا نرمس بعد عن المعايير، معايير الاستحقاق لهذا الموضوع أستاذ عبيد. الأسرة المواطنة حاليا عندنا من خلنا ناخذ مثال على فئتين من الأسرة. احنا بناخذ المثال الأول على فئة الأسرة اللي هي لا تملك مسكن. طبعا انت عندك ثلاث مثلا اشياء تقدر تقدم عليها: بناء مسكن جديد، قرض لمسكن جديد، قرض لشراء مسكن، وعندك قرض لمجمع سكني. نعم. انت اذا عندك الارض وجاهز تقدر تقدم للبناء الجديد، تبني بيتك على كيفك وتروح للاستشاري وخطوات مع الاستشاري والمقاول بحيث انك تقدر تبني هذا البيت واحنا نمول لك اياه عن طريق برنامج شيخ زايد. النقطة الثانية هي شراء المسكن. طبعا إذا أنت ما توفرت عندك الأرض من البلدية أو من الإمارة المحلية، أنت تقدر تقدم على شراء المسكن، وطبعا نفس الشيء إحنا بنمول لك وأنت تروح تدور على البيت اللي يناسبك والمبلغ يكون من عندنا، وإذا في فرقية أنت تدفعها. جميل. والشيء الثالث والأخير اللي هو المجمع السكني. طبعا إحنا عندنا مجمعات سكنية في عدد من الإمارات والدولة وماخذين فيها معايير الاستدامة ومعايير أعلى المواصفات، فأنت تقدر أيضا تقدم على هالمجمع السكني، تروح تشوف المجمع بعينك، تشوف البيوت. طبعا البيوت مناسبة وأسعارها مناسبة، تقدر تشوف البيوت بعينك وتختار البيت اللي تباه وتقدم عليه، ونفس الشيء تكمل إجراءاتك وتحصل البيت بكل يسر وسهولة. جميل. يعني في أنواع مختلفة للي حاب أن يقدم. وأستاذ عبيد لو نرمس عن البناء الحين وندخل في تفاصيل هذا الشيء، في البداية شو هي مراحل اختيار شركاء البناء والتصميم؟ هذه مرحلة وايد مهمة. طبعا انت حين اذا بديت تبني بيت ممكن تكون ضايع في البداية مو بعرف وين تروح. طبعا الاستشاري هو اول خطوة، تروح تدور لك على استشاري مناسب، والاستشاري المناسب لازم يكون من اهل الخبرات. ممكن انت تسأل اهلك وربعك عن هالشيء، واحنا ايضا في برنامج شيخ زايد موفري لك خدمة اسمها تصنيف المقاولين والاستشاريين. طبعا تقدر انت تدخل على موقعنا وتروح تشوف الاستشاريين اللي هم تصنيفهم عالي، فهاي الاستشاريين المفروض صح انه بيكون ممكن المبلغ اغلى واعلى، بس انت هذا الشخص اللي بتدفع له من البدايه مبلغ، هذا شيء بيوفر لك على المدى الطويل. انت دائما انت يوم تستخسر شيء مثلا بتقول بروح للاستشاري اللي هو سعره اقل، مع المدى البعيد مع نهايه المشروع بتحس انك دفعت اكثر من العقد. فانت لما تختار الاستشاري الصح ويصمم لك على احتياجك وتشوف كل الأمور اللي هي مناسبة لك من مواصفات ومن مواد بناء، أنت بتريح نفسك وبتبني البيت بكل يسر وسهولة.
نعم. وشلون اخترنا يعني المقاولة الخطأ مثلا؟ وهذا يمكن يسبب وايد أمور، يعني شفنا وايدين وقفوا البناء بسبب هالشيء وحصلوا يعني خسائر مادية. شو من أشياء ثانية ممكن يعني تكون اللي بتستوي من وراء هذا الاختيار؟ طبعا هو اختيار المقاول أيضا يروح من بعد اختيار الاستشاري، هي النقطة الثانية. اختيار المقاول طبعا يكون ضمن مناقصة، تختار أنت المقاول، ومثل ما قلت في البداية أن يكون المقاول لسمعته ولتصنيف عالي. طبعا إذا صارت مشكلة في نص المشروع، هاي المشكلة ممكن تأثر عليك أنت وتأثر على البناء. طبعا أنا سمعت في البداية تكلمت عن مشاكل ممكن تكون في الأسرة أو مشاكل مادية، وهاي كيف تقدر تتجنبها في البداية؟ أول شيء لازم تطلع على العقد. إذا أنت ما عندك خبرة في العقد، عندك مهندسين في برنامج شيخ زايد، عندك مهندسين في البلديات، عندك مهندسين يوفروا لك هالخدمات من استشاريين ومن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من مهندسين معروفين على مستوى الدولة. تختار، تطالع العقد، تشوف المواد المستخدمة، تشوف التشطيبات المستخدمة، تشوف هل الأسعار اللي موجودة في هذا العقد هل هي واقعية. ممكن تشوف سعر رخيص وتوقع إياه بس هي مش أسعار واقعية، ممكن هو يبدأ وياك المشروع تدفع المبلغ المطلوب في البداية ويروح عنك يختفي. ليش؟ لأنه هو في البداية حط سعر رخيص عشان ياخذ الدفعة الأولى ويروح عنك. فأنت حاول تطلع على العقد، تختار مواد بنا صحيحة، تختار أسعار مناسبة. هالأشياء كلها ممكن يعني تفيدك في نهاية المشروع، أو أن أنت تتجنب أن توقف المشروع في وسطه وتقدر تخلص في الوقت المناسب. وطبعا عفوا استاذ عبيد، اليوم شو رايك الشخصي في موضوع الوعي عند الشباب والتثقيف عند الشباب في مجتمعنا بهذا الموضوع؟ التثقيف وايد مهم. طبعا التثقيف والوعي، انت ما تقدر تدخل لبنى المشروع، في ناس يدخلون يقولون احنا خلاص البنى ما يبقى لشيء، ممكن ندخل ونبني وبنخلص البيت. طبعا الوعي هذا وايد مهم، وحاليا في مبادرة أظن تكلمت عنها في البداية اللي هي من مؤسسة اتحادية الشباب، اللي توفر دورات تدريبية واختبارات ممكن أنت تدخلها تفيد نفسك وتقرأ وتطلع على هالموضوع، وفي النهاية تقدر تتجنب كثير من المشاكل. طبعا تجلس ويا مهندسين من أصحاب الخبرة، هذا الشيء بعد وايد مهم، يساعدك في تصميم المشروع بحيث أنه يكون ضمن احتياجاتك وما يكون زايد عن الاحتياج. وأيضا عندك أصحاب الخبرة يمكن ما يكونوا مهندسين بس ممكن يكونوا ناس خلصوا بنيان المشروع، حتى لو شخص طاح في مشاكل اسمع شو المشاكل اللي صار فيها أو اللي طاح فيها وتجنبها. ممكن أنت تسمعها من هالشخص وتتجنبها في مشروعك، ممكن هالشخص يكون ما خلص بيته للحين بس هالمشاكل وهالخبرات اللي تكونت عنده تفيدك أنت في بناء مشروعك أو بناء مسكن العمر. واستاذ عبيد، موضوع القرار اللي طلع يوم نرمس عن قرار مجلس الوزراء ان كل الجهات الحكوميه الاتحاديه والمحليه اللي يعني المعنيه ببرامج الاسكانها تلزم الشباب اللي اعمارهم ما بين 18 و35 سنه اللي قدموا على طلب دعم سكني انهم يكملون دوره تدريبيه عن اساسيات بناء المسكن اللي رمسنا عنها. فهذا الشرط رئيسي لقبول طلبات دعم سكني، فشو رايك يعني في هذا القرار؟ طبعا هذا اذا القرار ان شاء الله بيتنفذ قريبا، ما صار يعني هو قيد التنفيذ حاليا بس ما صار اعتماد له نهائي، فممكن الحين الشخص يقدم بدونه. بس نصيحه منهم، هذا الاختبار او هذه الدوره لازم يدخلونها. طبعا احنا شغالين على اعتماد ان تكون هذه الدوره شيء اساسي من متطلبات الحصول على المساعده السكنيه من الجهات الاسكانيه او بالاخص من برنامج الشيخ زايد الاسكان. حصوله أو دخوله لهذه الدورة ممكن يفيد كثير ويحل بعض المشاكل أو يتجنب المشاكل الموجودة أو ممكن تتواجد معه. طبعا احنا نحيي المؤسسة الاتحادية الشباب على هذه المبادرة القيمة واللي بتفيد الشباب في مشروع بناء المسكن، وإن شاء الله بيكون فيها اعتماد من عندنا بحيث أنها تكون من الأساسيات ومن وتطلبات الحصول على المساعدة السكنية. إن شاء الله إن شاء الله نتمنى لكل التوفيق، وخاصة لكم أستاذ عبيد نتمنى لكم دائما التوفيق في هذا المجال. نشكركم على هاي الإنجازات صراحة، ودائما على تعاونكم ويانا في البرنامج، ما قصرتوا. مشكور أختي أمل، والله يوفق الشباب في بناء المسكن وأي شيء إحنا حاضرين متواجدين مساعدة الشباب. ما تقصرون، بيض الله وجهك أستاذ عبيد، شكرا لك. الله يبارك.
الله يخليك، مشكور. الله يحفظك، مع السلامة. الأولى منكم وفيكم.